عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة والحصرية لمنتدى الفجيرة الثقافي الذي تحدثنا عنه بتزامنه مع جائزة راشد بن حمد دالي الإبداع. دعونا الآن نستكمل هذه طبعا الفعاليات وهذه البرامج. نرحب بضيفتنا في استوديو الحدث الكاتبة والأديبة فاطمة بن محمود. مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا. مرحبا بك. في البداية أريد أن أحيي منتدى الفجيرة الثقافي على هذا اللقاء المهم. محور الندوة كان رائع جدا، العلاقة بين الأسطورة والتراث العربي عموما. وأنا هنا بصفتي شاركت في جائزة الشيخ راشد بن حمد للإبداع، وسعيدة جدا بهذه الجائزة التي ولدت كبيرة في دورتها الأولى، وروايتي الملائكة لا تطير وصلت القائمة القصيرة، وأتمنى أن تدافع هذه الرواية عن نفسها أكثر في نهائيات. الأديبة فاطمة بن محمود من تونس الحبيبة، كان لك خلال الندوة المفتوحة والحوار المفتوح مداخلة مثيرة للجدل، وقد يعني أثارت حفيظة الكثيرين. قلت أن بداية تناولت الندوة طبعا موضوع الأسطورة والتراث العربي في الأدب العالمي، ولكن طرحت صورة مغايرة، ما هو تأثير الأساطير الغربية في الأدب العالمي؟ كانت هذه الجزئية الأولى من مداخلتك، والجزئية الثانية تحدثت فيها عن علاقة بين الدين والعلم. فلنتوقف بداية مع الطرح الأول، وجود الأساطير الغربية في الأدب العربي. شكرا. في البداية قلت عندما نريد أن نتحدث عن دور الأساطير العربية في التراث العالمي، قلت يمكن أن نتناول هذا الموضوع من خلال أطروحة بديل أو أطروحة نقيض. يعني لو نعيد طرح السؤال بالطريقة التالية، ما هو دور الأساطير الغربية في الأدب العربي؟ هنا سنجد أن الأساطير الغربية حاضرة بشكل قوي جدا في الأدب العربي. يعني لو نقارن سنجد الأساطير العربية الغربية حاضرة، لكن الأساطير العربية الأساطير العربية غير حاضرة بشكل كبير في الأدب العالمي. وفسرت أن ذلك يعود إلى أسباب عديدة، من بينها أننا نحن كأصحاب ثقافة عربية لا نقدر أساطيرنا ولا نقدر تراثنا العربي حق قدره. يعني نتعامل مع هذه الأساطير بنوع من الالتباس، بنوع من الحرج، بنوع من الحذر. لذلك هي نحن لا نستدرجها إلى أدابنا بشكل كبير، وبالتالي العالم الأدب العالمي لا يستعملها أيضا بشكل كثير. هذا تقصير منا نحن؟ تقصير يعود إلى طبيعة تعاملنا مع أساطيرنا. هناك لبس في هذه الأساطير، ربما لأنها تتماهى بشكل أو بآخر مع إرثنا الثقافي، تتماهى بشكل أو بآخر مع معتقداتنا الدينية. صحيح. لذلك نحن نتعامل معها بشيء من الحذر، يعني لذلك لا تحتل مكانة مهمة في أدابنا العربية. وهذا بالطبع سيجعل الأدب العالمي لا يتعامل بشكل كبير مع تراثنا وأساطيرنا. ولكن ربما دكتور رشيد الخيون أمجد، أيضا كنت حاضرا في هذه الندوة، قد رد عليك عندما تحدث عن ترجمة ألف ليلة وليلة أنا أشرت إلى هذا، قلت أن الأداب العالمية تتعامل مع أساطيرنا بطريقتين. الطريقة الأولى انتقائية، يعني ما يفيدهم، ما يبحثون عن الطريف، عن المختلف، عن المميز، عن الجميل. وهذا مطلوب، الانتقائية مطلوبة. أي، وهنا تتنزل ألف ليلة وليلة. الأدب العالمي يحتفي بألف ليلة وليلة من منطلق أنها أدب طريف وجميل ومميز ومختلف، وله روح مشرقية، يبحثون عن روح الشرق. والتعامل الآخر هو تعامل إيديولوجي إن صح التعبير، يأخذون من تراثنا وأساطيرنا ما ينمط صورة العربي في ثقافتهم بشكل يعني لا يعتبر ند للند ثقافيا أو حضاريا. إذن هذا هو التعامل. وأنا أردت أن أقول أن هذا التعامل الاستعراضي والانتقائي من الغرب لأساطيرنا يجعلنا في نواجه هذه الأساطير بروح جديدة. يجب أن نعود نتعمق فيها ونبحث فيها بشكل جديد. يجب أن نحدد مصطلحاتنا. ممكن طرحها بصورة مغايرة. طرحنا بصورة مغايرة كيف؟
بإعادة طرح المصطلحات، ماذا نعني بالأساطير؟ كيف نفصل الأساطير أو التراث عن بقية الأنماط أو التعابير الثقافية الأخرى؟ كيف نستطيع أن نفصل الأساطير عن البعد الديني، عن البعد التاريخي، عن البعد التراثي؟ كيف نستطيع أن نجعل الأساطير تستخدم في الأداب والفنون والعلوم ونوظفها لإثراء مخيالنا، لإثراء مدونتنا الثقافية الإبداعية ولتقدم بها أكثر، لتقديم صورة مشرقة أكثر؟ صحيح، ولكن دكتورة فاطمة، ألا تلاحظين أن هنالك أفق التحولات في كتابة الرواية العربية الآن، رغم الحداثة، رغم التطوير في الرواية، رغم تطوير سلوك وأسلوب الراوي، ألا يوجد هناك متغيرات قد تطرأ على الرواية وتجعل منها ثغرات يعني تفقد الرواية أحيانا بعض يعني المميزات أو تفقدها رونقها؟ سؤال جيد جدا. صحيح، نحن نعيش زمن متغيرات، زمن انفجارات، يعني الزمن الذي نعيشه انفجارات على المستوى العلمي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، كل هذا يجعلنا يجب أن نواجه معارفنا بشكل جديد. الأدب يجب أن ننظر الأدب أو للرواية بشكل مختلف. الرواية اليوم ليست هي الرواية الأمس، الرواية اليوم لن تكون الرواية الغد. إذن هذه الرواية اليوم يجب أن تكون انعكاس للحظة التي نعيشها بطبيعة الحال طبعا، وهذا لا يكون إلا عندما نتصالح مع ذواتنا بشكل جيد حتى نستطيع أن نبدع داخل الرواية، لأن الرواية ليست كلام مكتوب فقط. صحيح. الرواية هو موقف، الرواية هو رؤية للعالم، الرواية هي علاقة تصالح مع ذواتنا. صحيح. ومع ثقافاتنا. كيف تردين أستاذة فاطمة على دكتور صالح الهويدي عندما قال لك أن الدين يحترم العلم ولكن يتفق معك على أنهما يتناقضان؟ هو قال أنا أعتقد أن الدين أو العلم تحديدا لا يحترم الدين، أنا قلت هذا، هما يتفقان في نقطة واحدة، أن كل من الدين والعلم هو تعبير ثقافي، تعبير ثقافي صغر الإنسان علاقة الإنسان بالحياة، الحياة ولا التعبير عن علاقة الإنسان بذاته وعن علاقة الإنسان بالعالم. يعني الدين مثل العلم، مثل الفن، مثل الأسطورة، مثل السحر، مثل الخرافة، كلها تعابير ثقافية أوجدها الإنسان. من هذا المنطلق الدين والعلم يتجاوران، لكن في طبيعة هذا التعبير الثقافي العلم وفي وخصوصيته والدين وخصوصيته نجد تعارض كبير وتناقض. ولكن الدين يدعم العلم ويقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سؤالك ممكن من زاوية، لأنه سؤال من داخل الدين، ولكن عندما ننظر النظرة أنثروبولوجية الدين والعلم يختلفان كليا، يختلفان. العلم يبحث عن الحقيقة، الحقيقة بما هي القانون العلمي، والدين يبحث عن اليقين، اليقين بما هو برد الروح. فكلاهما يختلف كليا عن الآخر. الدين يأخذ مشروعيته من خارجه، من قوة ميتافيزيقية قد نسميها الله مثلا، في حين أن العلم يأخذ قوته من داخله، من القانون العلمي الذي يصل إليه والذي هو متغير. هي قضية جدلية طبعا، شغلت شغل الفلاسفة عبر التاريخ والزمن، لكن الحسم فيها مهم جدا. نحن نلاحظ أن الحضارة الغربية لم تستطع أن تتأسس إلا عندما فصلت بين العلم والدين، الثورة الكوبرنيكية وتحديدا مع ديكارت، الثورة الفلسفية التي أحدثها ديكارت والتي انعكست في ثورة اجتماعية، في ثورة سياسية، في ثورة ثقافية، هي التي جعلت الغرب ما هو عليه الآن من قوة علمية، ونجد الدين موجود، لكن الدين أصبح عبادات، وهذا هو أعتقد أن المطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لديه حديث جميل جدا، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. أعتقد أن الدين وظيفته وظيفة أخلاقية بالأساس. نعم. وظيفة تتنزل في إطار العبادات، والعلم يبحث ويقدم لنا التفسير لفهم دقيق وموضوعي للحياة. صحيح. وللطبيعة. أمجد، أفضل وأجمل ما في منتدى الفجيرة الثقافي هذا التنوع الفكري والمعرفي ووجهات النظر المتباينة هذه والمختلفة، وطبعا دائما الاختلاف في وجهات النظر لا يفقد وأنا أعتقد أن الفجيرة هنا هي لم تفاجئني في هذا، لأني أنا جئت سابقا ورأيت
هامش من الحرية الموجود في المنتديات وفي الحوار وفي النقاش. أعتقد أن هذا مكسب من مكاسب الإمارات، وهذا مكسب لنا أيضا. جميل. طبعا أكيد. دكتورة فاطمة، هناك اختلاف واضح من الكتاب والمثقفين وأيضا النقاد، اختلاف بالآراء، اختلاف المحاور التي حاولوا أن يعالجوها في من خلال هذه الجلسات بمنتدى الفجيرة الثقافي. برأيك هذا الاختلاف أحيانا عندما يحتد ويحدث إشكالية أدبية، أنتم كأدباء ومثقفين كيف تنظرون إلى هذه الإشكاليات بالبداية، وكيف تعملون على إيجاد الحلول المناسبة؟ أنا أتكلم الآن عن الإشكاليات الأدبية. أحيانا نلاحظ هناك إشكالية بين العلم والدين، هناك إشكالية على الأسطورة، هناك من يريد إيجاد ثغرات بالأسطورة لخدمة التراث أو الموروث أو الإرث. كيف تنظرون إلى هذه الإشكاليات؟ في البداية أريد أن أقول أن الأديب ليس مطالب بتقديم إجابات، الأديب والمبدع عموما يطرح أسئلة، ثم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الإجابات هنا لن تكون جماعية، كل مبدع يبحث في مجاله هو عن الإجابات الممكنة من خلال عمله الأدبي أصلا، هو لن يكتب تنظير في كيف يحل هذه المعضلات أو هذه الإشكاليات، وإنما من خلال الرواية التي يكتبها هو سيقدم تصوره الشخصي لحل تلك المشاكل. لكن المبدع هو ليس سياسي، السياسي أو المفكر يمكن أن يبحث عن أجوبة، المبدع دوره يطرح الأسئلة ويجيب عنها بطريقته هو فقط. هذا إثراء للمشهد الثقافي من إمارة الفجيرة. طبعا كل هذه الوجهات النظر التي طرحت خلال الحلقة الحوارية المفتوحة كانت إثراء للمشهد الثقافي بكل ما للكلمة من معنى الأديبة فاطمة بن محمود من تونس. أشكرك جزيل الشكر. شكرا. على هذا الحوار الثري والشيق. سعيدة جدا أني كنت معكم. شكرا نحن لكم. أسعد. تحية للجميع. مشاهدينا، لا زالت التغطية متواصلة مع حضراتكم، ترقبونا عقب الفاصل.